السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحسن حال. دايرين مع شي حرارة؟ كلشي بخير. المهم ما نطولش عليكم، راني درت لكم واحد فلوك صغير مهم على أجواء ديال شوارع مدينة الحسيمة الساعة باكرا، يعني مع 7:30 الصباح. تصور معايا والحرارة طالعه في 37، يعني واحد الحراره مجهده بزاف بزاف اكثر ما كتصوروا. مهم بقوا معايا في هذه الجوله وتشوفوا. مهم راكم عارفين. المهم الحال سخون بزاف بزاف. المهم دابا الناس مازال ناعسين، راكم عارفين تسهروا في الليل وفي الصباح تيكونوا باقي ناعسين. المهم قلت علاش لا ما غاديش نصور لكم الاجواء. المهم اتمنى من كل شيء بارتاجي هاد الفيديو ويدعمنا ويدعم القناة باش تكبر لما لا. وشكر موصول لكم جميعا المتتبعين الأعزاء، وخليكم معنا في تتمة هذا الفيديو. المهم حنايا وصلنا دابا ايكارا زكا، غاديين ناحيه الجدير. المهم فهاد الوقيته هادو كيكونوا الشواطئ ديال مدينه الحسيمه عامرين بزاف من الناس اللي جايين من على برا، سواء الجاليه المقيمه بالخارج او الناس الداخل. كيبغيو شواطئ مدينة الحسيمة، كيبغيو الحسيمة في الصيف بزاف حيت على ود النظافة ديال الشواطئ وبزاف ديال المميزات ديال. المهم ما تنسوش دعمونا بلايك و ليزابوني. المهم حنا غاديين والحرارة حرارة وش من حرارة. انتوما
احنا وصلنا للكونترول، الطريق اللي كتدي شاطئ السفيحه وكتدي البوكيدان او الامزون فيما بغيتي تمشي. المهم بالنسبه للناس اللي كيجيو من الداخل ما عارفينش الطريق، المهم غادي غير ملاحظه مني. المهم اخوان والاخوات فيما كنتو، اللي شاف هاد لا فيديو يدير بارتاجي ويشترك في القناه فضلا وليس امرا، باش نقدروا نصوروا لكم لا فيديو ونقدروا ودعمونا اكثر وتعطيونا واحد التشجيع والتحفيز باش نصوروا لكم دائما وابدا وما نغيبوش عليكم.